من جديد بيعود نادي الزمالك لذاكرة الانتصارات في الدوري مع أحد أبنائه كابتن معتمد جمال المدير الفني بعد هزيمتين متتاليتين أمام إنبي وزد مع المدير الفني السابق السوري. النهاردة بيكسب نادي الزمالك بهدفين للثنائي أحمد مصطفى زيزو وإبراهيم عنداي. يتذوق الزمالك طعم الانتصارات مجددا في دوري النيل عشان تكون انطلاقة جديدة للفارس الأبيض، طبعا بنأمل ذلك. يا مساء الخيرات، حلقة جديدة من برنامج رقم 10. اسمحوا لي ان انا اكون معاكم النهارده، اقدم الحلقة بدل زميلنا كريم رمزي، واسمحوا لي ان انا يعني رسالة كده سريعة لزميلي كريم رمزي. اول امبارح كان عيد ميلاده 36، كل سنة وانت طيب كريم، اعلامي رياضي متألق، انا الصراحة بحبه على الصعيد الشخصي وكمان الصعيد المهني. كل سنة وانت طيب يا كريم، ان شاء الله بإذن الله تحقق كل اللي انت عايزه وبتحلم بيه. طيب خلونا بقى نبدأ حلقتنا رقم 10 زي ما احنا متعودين، اخبار حصريات رقم 10 وكمان اخبار كتيرة جدا في الدوري وكمان الدوري المحلي وكمان الدوريات الأوروبية. عندنا كمان فقرتين مع محلل الأداء كابتن إسلام محمد وكمان إسلام علي، وكمان عندنا فقرة مع صحفيين رياضيين ونقاد رياضيين هنتكلم فيها عن أخبار وكواليس زي ما احنا متعودين. بس خلينا نبدأ بالماتش الأبرز النهاردة، نادي الزمالك الحمد لله نبارك له على الفوز مع أحد أبنائه كابتن معتمد جمال، بيفوز النهاردة على مودرن فيوتشر 2-0. أحمد سيد زيزو زي ما تابعنا بي من ركلة جزاء في الدقيقة 39، طبعا هيكون معانا حالات تحكيمية النهاردة مع كابتن جهاد جريش، هنشوف ركلة الجزاء أخبارها إيه مدى صحتها. على أي حال إبراهيم نداي المحترف السنغالي في صفوف نادي الزمالك بيضيف في البلاس 45 تحديدا في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول، بيضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك. وشفنا يعني اعتقد كان في تعليمات واضحه من معتمد جمال بالتصويب خارج منطقه الجزاء على جنش حارس فيوتشر. شفنا اكتر من شوطه هنا على كابتن جنش، وقعت اكتر من كوره من ايده، وشفنا طبعا نداي النهارده بيستفيد من ده وبيدخل الهدف او بيحرز الهدف الثاني لنادي الزمالك. على اي حال النهارده في زي ما قلنا في حالات تحكيميه